طيب دي ابرز العناوين، لكن النهارده في مباريات مهمه بالتحديد في الدوري المصري وايضا في بعض البطولات الاوروبيه الاخرى. فخلينا نقول لحضراتكم اهم وابرز مباريات اليوم في الدوري. كان في مباراه ابتدت الساعه 3 العصر ما بين البنك الاهلي ومصر المقاصه. المباراه انتهت بفوز البنك الاهلي بهدف مقابل لا شيء عشان يبقى الانتصار الثاني ليه على التوالي بعد فوزه في مباراه سابقه اخيره ليه قبل هذه المباراه على الجونه في الجونه بنتيجه 2-1. والبنك بصراحه عاملين يعني شغل كويس هذا الموسم، واضح ان بقى عندهم خبرات في المشاركه الثانيه ليهم في الدوري الممتاز. الاسماعيلي ومباراه غايه في الاهميه بالنسبه للاسماعيليه امام فاركو. الاسماعيلي هيلعب الساعه 5:30 مع فاركو، فاركو يعني اللي خسر من الاهلي 4-1 المباراه الاخيره. الاسماعيلي اللي تعادل بعد ما كان متقدم 2-0 على المقصه، تعادل بنتيجه 2-2 واهدر ركلتي جزاء. الامور صعبه قوي في الاسماعيليه، الفريق الاوحد في الدوري حتى الان اللي ما حققش ولا انتصار يعني. فبالتالي مباراه مهمه جدا دي الساعه 5:30. والمباراه الاخيره النهارده وهي مباراه الزمالك مع الجونة، مباراة مهمة للفرقتين بكل تأكيد، هي مباراة كلها قوية في الحقيقة. الدوري الإنجليزي مباراة وحيدة النهاردة في إطار الجولة اللي ابتدت أول امبارح، توتنهام هوتسبير مع إيفرتون الساعة 10 بالليل. مباراة هتبقى حلوة بالمناسبة يعني، إيفرتون مع لامبرت، توتنهام هوتسبير مع كونتي، فيعني هتبقى مواجهة قوية. كمان في الدوري الاسباني ايضا مباراه وحيده النهارده ما بين اتلتيك بلباو وليفانتي الساعه 10 بالليل. ايضا الدوري الاسباني اللي بيشهد عوده برشلونه، مش عايز اقول المنافسه، المنافسه بعيد شويه مع ريال مدريد، لكن للمربع الذهبي بعد ما كان متاخر بقى موجود دلوقتي في المركز الثالث بعد فوزه امبارح على اليتشي بنتيجه 2-1. ده فيما يتعلق باهم وابرز مباريات اليوم.